يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أشكل علي ما ذكر في الدرس من أنه يوجد أحاديث غير صحيحة في صحيح مسلم، مع أنني سمعت العلماء يقولون إن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم، فكيف؟ قال لكم الشيخ، قال جمهور ما في صحيح البخاري ومسلم مجمع على صحته، جمهوره يعني أكثره. كونه يحصل في حديث واحد أو حديثين مناقشة، قد يكون الحق مع المصنف وقد يكون مع غيره، هذا ما يضر، ما يضر الصحيح، هذا ما يضر بالصحيحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، الشيخ أجاب على هذا، لو تنبهتم الشيخ أجاب على هذا، خاف من اللي انتم قلتم هذا، فهو أجاب عنه، قال الجمهور ما في الصحيحين هذا مجمع عليه. كونه نوقش في أفراد من الأحاديث هذا عاد ينظر، قد يكون الحق مع المصنف كما عند البخاري، وقد يكون الحق مع المخالف كما حصل مع مسلم، لكن هذا لا ينقص صحيح مسلم ولا ينقص قدر البخاري، صحيح البخاري. نعم. ولا يقلل الثقة بهما. نعم.